أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. حقيقة قضية الإمام الحسين لا يمكن اختزالها بدقائق أو بساعات أو بأيام، لأن الحسين تاريخ يتجدد، ولكن نسلط الضوء على نقطتين. النقطة الأولى بالقياس العسكري المادي، خروج الحسين انتحار. بالقياس المادي العسكري الحسين خروجه انتحار، لأنه لا يوجد قياس بين 70، وأقل رواية تقول 30,000 العدو، جيش يزيد 30,000 أقل رواية بين 70. ولكن الإمام الحسين عليه السلام بالإضافة إلى يمتلك القدرة التكوينية، أيضا لديه القدرة التشريعية. والحسين قدم الأهم على المهم، قدم الإسلام والدين على حياته وحياة أصحابه وآل بيته. فالحسين عليه السلام ضحى بنفسه من أجل إعلاء كلمة الإسلام وكلمة الدين. النقطة الثانية، يقول البعض بأن الحسين خرج من أجل السلطة، حارب من أجل السلطة. أين تربى الحسين عليه السلام؟ الحسين تربى في كنف رسول الله صلى الله عليه وآله، وفي حضن أمير المؤمنين. دخل مرة عمر بن الخطاب الخليفة الثاني رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه، فوجده مفترش لحصير، وقد طبع الحصير على خد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال له عمر: يا رسول الله، إن قيصر وكسرى ينامون على الحرير والديباج. قال له: إن هؤلاء استعجلوا بملذات الدنيا، ونحن نصبر على الدنيا لملذات الآخرة. هذا رسول الله. أما الإمام أمير المؤمنين عليه السلام الإمام علي، قال لها: يا دنيا غري غيري، لقد طلقتك 3 لا رجعة لي فيها. وهو القائل: لقد رقعت مدرعتي حتى استحيت من راقعها. وكان الإمام علي عليه السلام يملك كل البلدان الإسلامية ما عدا الشام، وتأتيه الحمراء والصفراء، الذهب والفضة، ولكنه يوزعها على الفقراء ولا يترك شيء في بيت أموال المسلمين. فالحسين تربى هنا، فهل نعتقد بأنه يطلب السلطة؟ مستحيل أن الإمام الحسين خرج لطلب السلطة، ولكنه ماذا قال؟ قال: لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، ولكن خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد، أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. فالخروج الرئيسي للحسين الأمر والنهي، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ماذا يقول بعض الذي يدعي الإسلام، بعض الذين يدعون الإسلام؟ ابن تيمية يقول بأن خروج الحسين ليس فيه مصلحة لا دين ولا دنيا، بينما هذا كلامه يخالف كلام رسول الله صلى الله عليه وآله، ويخالف الصحاح. في الصحاح موجود رسول الله الذي هو لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ماذا يقول؟ الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا. وهذا الأمر أين موجود؟ في الصحاح. لا نعرف ابن تيمية إلى أن ينتمي، ينتمي إلى الصحابة، ينتمي إلى غير الصحابة. الصحابة يقولون، وهذه الرواية موجودة في الصحاح، أنهما إمامان إن قاما وإن قعدا. فخروج الحسين وقيام الحسين شرعي مشرع من رسول الله صلى الله عليه وآله، فلا غبار أبدا على خروج الإمام الحسين عليه السلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.